بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف العاشر، درسنا اليوم هو أحد دروس النصوص الأدبية بعنوان من الأمثال العربية. والمثل كما تعلمون هو قول موجز بليغ يضرب في حادثة ويستعاد في حوادث متشابهة. المثل الأول بعنوان أندم من الكسعي، والكسعي هو رجل من كسع واسمه محارب بن قيس، وكان يعيش في واد معشب، وأبصر نبعة وهي شجرة تنبت في قمة الجبل يتخذ منها السهام، فتولاها بالرعاية حتى أدركها وقطعها وجففها واتخذ منها قوسا فخمطها وخطمها بوطر وصنع منها 5 أسهم. ثم جلس عند واد معشب يمر منه قطع الحمر أي الحمير الوحشية، وكان الجو مظلم، فرمى القطيع الأول فجاد السهم وأصاب الجبل فأورى نارا من اصطدام السهم بالجبل فأحدث شررا، وفعل ذلك مرة فمرة فمرة، وكل مرة يسمع اصطدام السهم بالجبل ويرى شرر، فعمد إلى سهمه فكسره ثم بات فأصبح، فنظر فإذا بالحمر الوحشية مطروحة مصرعة مدرجة بالدماء، فندم على كسر قوسه، وعلم أن سهمه كان يصيب الإبل، ولكن من شدتها كان يمر من جسدها ليخبط ويضرب الجبل فيوري نارا أو شررا، ولكن ندم هذا الندم لأنه كسر سهمه الذي عمد إليه وتولاه بالرعاية حتى صار بهذه القوة. ويضرب هذا المثل في الندم أو عند الندم الشديد على أمر ما، مثل ندم الفرزدق حينما طلق زوجته النوار، فقال الفرزدق حينما طلق زوجته: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار. المثل الثاني أبنائي هو الحديث ذو شجون، وكان هذا المثل يضرب في النجاح والخيبة. وأول من قال هذا المثل هو ضبة بن إلياس، وكان له ابنان سعد وسعيد، فنفرت ابن لضبة في الليل فوجه ابنيه للبحث عنهما، فوجدها سعد فعاد بهما، ومضى سعيد في طلبهما فلقيه الحارث بن كعب، وكان على سعيد بردان، فسأله الحارث بن كعب البردان فرفض، فقتله الحارث وأخذ برديه. فأصبح هذا المثل يضرب في النجاح والخيبة، أسعد أم سعيد؟ ومرت الأيام فإذا بوالد سعد وسعيد في الحج، فلقي الحارث بعد حجه، وكان مع الحارث سيف، فعرف الحارث لأن عليه بردي سعيد، فسأله: يا رجل، من أين لك هذين البردين؟ فحكى له القصة، وكان على غلام في الصحراء فطلبتهما فرفض فقتلته بهذا السيف. فقال الوالد: بهذا السيف قتلت الطفل، قتلت الولد؟ فقال: نعم. فقال: أرنيه. فأخذ السيف وظل يضرب الحارث حتى قتل. فاجتمع الناس حوله فقالوا له: يا ضبة، أفي الأشهر الحرم؟ فقال لهم: سبق السيف العذل، أي كان الأمر قد انتهى. وهذا المثل الثاني. المثل الثالث أبنائي هو دون ذا، بعنوان دون ذا وينفق الحمار. ويقال أن الشرقي زعم أنه أراد أن إنسانا أراد أن يبيع حمارا له، فقال له المشور الذي يعرض السلعة: أأطري حمارك ولك علي أجر؟ يعني أحاول أن أظهر محاسنه وتعطيني الأجر؟ فقال له: نعم. فقال له في السوق: أهذا حمارك الذي كنت تصيد عليه الوحش؟
فقال يا رجل دون ذا وينفق الحمار. ويقال هذا المثل عند المبالغة في المدح إذا كان الأمر لا يستحق، وظهر غرض شعري بالمديح، وكان يقال في الملوك والأمراء إذا أراد الشاعر العطية أو الهدية. إذا قمنا بتحليل الأمثال نجد أن مهارة الصيد كانت عند العرب من إحدى مهاراتهم التي كانوا يعيشون عليها، واستخدام الفعل زعم كان يستخدم ويستعمل غالبا في الأمر إذا كان فيه شك، وكانوا يستخدمون الحقل المعجمي الدال على البيئة الصحراوية كالإبل والرعي وقوس وحمر وغيرها من الألفاظ. وتظهر قيمة السلاح وأن العربي لم يكن يسير بدون سلاح، أيضا كما تظهر ظاهرة اللصوصية، فكانوا يتعرض أحدهم أحيانا للسرقة، وظاهرة الأخذ بالثأر وهي ما زالت موجودة. نكتشف من هذه الأمثلة كل هذه المعاني والقيم: المبالغة في المدح وظهور غرض شعري، بالإضافة إلى سيطرة الفعل الماضي على الأمثال الثلاثة لاسترجاع الحدث الماضي، وهو مناسب جدا لهذه الأمثال. أبنائي وبناتي، الواجب هو أن تأتي بأمثال شعبية عربية وتذكر الحدث الذي كان يقال من أجلها أو في مناسبتها. تكتفي فقط بخمسة أمثال. أشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.